وينبغي أن يعلم أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، إلى عبادات وإلى معاملات. أما العبادات فاتفق أهل العلم على أن البدع تدخل في العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من البدع حذر من البدع في العبادات. وأما المعاملات فقد اختلف أهل العلم في إمكان دخول البدع عليها من عدمه، فهل يمكن وهل يتصور أن تدخل البدع في المعاملات؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إن الأصل في المعاملات الإباحة فلا يتصور دخول البدع فيها، بخلاف العبادات فالأصل فيها التوقيف فيتصور دخول البدع فيها. ومن أهل العلم من قال إن كل ما أحدث في المعاملات مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من البدع. والصحيح أن الأمر وسط بين من يشدد في أمر المعاملات ويريد أن يقيد الناس بالمعاملات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بصورها، وبين من يقول إن البدع لا يمكن أن تدخل في المعاملات. والصحيح أن المعاملات ليست هي مطلقة من كل وجه، بمعنى أن للإنسان أن يتعامل كيف ما شاء، فيبيع ويشتري ويعقد على المرأة ويطلقها من عند نفسه، وليس هناك ضابط. والصحيح أن هناك شروط للمعاملات، وهناك قيود، وهناك صور وأحوال. فالبدع تدخل في الدين من جهة الإخلال بهذه الصور وبهذه الشروط وبهذه الأحوال، لكن يشترط للبدعة أن تكون بدعة أن يخل بشيء من العقود ويقصد به التعبد. أما إن أقل بشيء من العقود أو بشيء من الشروط ولم يقصد به التعبد فإن هذا لا يقال أنه مبتدع، وإنما يقال إنه عاصي. مثال ذلك النجش في المعاملات هو محرم، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الزيادة في السلعة بقصد رفعها حتى ينتفع البائع بشعرها ويغر بذلك المشتري. فالنجش معاملة محرمة، ولكن من فعله معصية ويريد به نفع البائع فهذه يقال أنها معصية ولا يقال أنها بدعة. وكذلك من أخل بشيء من الشروط في البيع أو الشراء وغش في بيعه ولم يبين العيوب فهذا يقال أنه عاصي ولا يقال أنه مبتدع. لكن البدع في المعاملات تدخل إذا فعل شيئا جديدا أو عقد أو أنشأ شروطا جديدة في المعاملات يقصد بها التعبد. مثال ذلك أن يشترط في العقد على المرأة أن يكون العقد في مسجد وفي يوم جمعة وأن يعقد له فلان من الناس، فهذه بدع. طبعا يريد بها التقرب، يريد العقد أن يكون في المسجد، يريد أن يكون العقد في يوم فاضل، فهنا دخلت البدع في هذه الصورة من جهة أنه أدخل شيئا من القيود في هذا العقد وهو غير معتبر في الشرع، يريد به التقرب، يريد به البركة. فالبدع تدخل في المعاملات من جهة فعل بعض الأمور التي ليست هي من الشروط ولا من الأحوال المعتبرة في المعاملات يريد بها التقرب. أما إذا أراد بها المعصية فهذه ليست من البدع وإنما هي من المعاصي. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في دخول البدع في المعاملات.